خلاص إن شاء الله. لا لا أكيد بكرة نكون عندكم. لا مش هنتأخر إن شاء الله، بكرة على الساعة 4 بنكون عندكم. ولك والله أنا كمان اشتقت لك. طيب ماشي ماشي، أوكي أوكي، بشوفك بكرة، باي باي. شو عاملة أكل؟ طب قول مرحبا أول. اسمعي جعان من الصبح مش باكل ولا لقمة، شو عاملة أكل؟ طب قبل الأكل. شو؟ بكرة نروح عند أختي، عاملة حفلة صغيرة عشان بنتها نشحت، نبارك لها وهيك يعني. بنروح بنروح عند أختك، ماشي، شو عاملة أكل؟ فوتشيني. فوتشيني. الله يرحمه سيدك، كان يفك المرتدين للإسكات ظهر. فوتشيني. جدرة بدي مسخن، بدي مقلوبة، بدي أي شيء. فوتشيني شو عمل فيه أنا فوتشيني؟ عند أمك. عند أمي. شو بتحكيش من سيرة أمي؟ خلص بنروح عند أختك، أي ساعة بنروح عند أختك؟ يا الله فش عندي شيء ألبسه. سعيد يلا مجهز. يا حبيبتي اجهزي أنت أول، أنا خمس دقائق بكون جاهز. كل مرة بتحكي نفس الشيء وبتأخرنا وتفضحني قدام أهلي. أنفذ. يا الله شو بدي ألبس؟ يا سعيد يلا قوم يا بنت الحلال، جاهز جاهز جاهز، خلصي انت بس. طيب طيب خمس دقايق وبكون جاهزة. يلا يا حبيبتي تأخرنا. يلا خمس دقايق بس احط ميك اب. يا حبيبتي يلا تأخرنا. يلا خمس دقايق بس اخلص الميك اب. طيب هيني بستناكي بالسيارة. حبيبتي وينك؟ تأخرنا، يلا عندي خلال خمس دقائق يا بنت الحلال، لساعة بالسيارة. يا حبيبتي خمس دقائق، خمس دقائق. وال يا حبيبتي وينك؟ يا حبيبي بس خمس دقائق، هيني جاي بس خمس دقائق. وقد أعلن مصدر مسؤول أن الحرب العالمية الثالثة قد انتهت بفوز الحلف الخماسي على نظيره. يا حبيبتي وينك؟ والله تأخرنا، والله العظيم تأخرنا. أنا بقول لك بس خمس دقايق، خلص هيني خلصت، اصبر شوي، بس خلص الميك اب. هذا وقد أعلن الجيش العربي عن تحرير فلسطين كاملة من النهر إلى البحر وعودة كافة اللاجئين. والآن إلى الحالة الجوية. الخمس دقائق صارت حرب عالمية ثالثة وخلصت وتحررت فلسطين. ولك وينك؟ ولك وينك؟ يا حبيبي بس خمس دقائق، بس خمس دقائق، قلت لك بس خمس دقائق.